انت سيطرت ولعبت كويس وما كسبتش. نشوف رأي عدد من خبراء الكرة، والبداية مع الكابتن محمد عمر. سيطرة كاملة طوال التسعين أو 95 دقيقة اللي اتلعبت، فكان ممكن النادي الأهلي بمنتهى السهولة، لكن زي ما قلنا وكلنا اتفقنا برضو اللمسة الأخيرة. صح. برضو الكابتن وليد اتكلم في نقطة مهمة جدا، وهي حتة أنت مع مرور الوقت والنتيجة تعادل أو كان النادي الأهلي خسران هتبدأ تلجأ للعرضيات. صح. يبقى كمل الضرورة، يستنى شادي مع شريف، مع شريف يبقى صح. عندك كثافة عددية إلى صح. حد ما، خاصة وتغير الطريقة للعرضيات بالظبط، خاصة الأطراف النهاردة بتاعت النادي الأهلي كانت رائعة، سواء مع محمد هاني أو علي معلول، وبالتالي كان ممكن أوي العرضيات دي تصفر في وجود اتنين مهاجمين هدافين. صح. لكن هو إجمالا خلينا نقول الأهلي النهاردة أفضل حالا من المباراتين اللي فاتوا. أوكي. وهو ده اللي بنقوله، الأهلي أفضل حالا، لكن النتيجة نفس النتيجة، وده المؤلم في الموضوع يعني. هو كان رأيه طبعا ان طالما انا بلعب عرضيات كتيرة عايزين واحد هيدر، وده بيتوفر في شادي اكتر من اي حد تاني. وجهة نظر. دايما يا استاذ ابراهيم الصح مش في الحل الموجود في الملعب، اللي لما يحصل غلط يبقى ما كانش ينبغي فلان يخرج، ما كانش ينبغي فلان ينزل. طب احيانا يبقى الصح ايه؟ كويس ان فلان نزل لانه ده كان الحل السليم. يبقى النتيجه بتحدد الى حد كبير الصح والغلط. وانت ما بتعرفش الكلام ده غير بعد ما الحدث يحدث. طبعا انت يعني بتفهم الحدث بعد حصوله. يعني لما الكوره ما تجيش جون يبقى ايه اللي بتعمله ده؟ ولو كرة انت جات بتبدا تقول ما جاتش جون ليه؟ لكن قبلها مش هتقدر تقول تيجي جون ازاي؟ يعني او انت تقول له ايه؟ يا راجل شوت، فاذا شاط وانت بتقول له يا راجل شوت ممكن تقول له الله يا ما كان حيطه مرر. فاهم ازاي؟ طيب ده بيحصل، فما بالك بقى الراجل المدرب اللي قاعد بره اللي افترض سيناريوهات. مش معنى كده ان انا بقول ان اللعيبه خدت قرارات صح، لا، انا بقول لك اللعيبه بتاخد قرارات، دي المشكله الكبرى. قرار اللعيب مش القرار السليم نتيجة توتر شديد جدا، وما اقدرش اقول يعني عدم حرص، لان كان في كمية جري جامدة في المباراة دي. مزيد من التركيز يجنبنا الكلام ده كله، ونشوف رأي مستر مارسيل كولر. اعتقد ان احنا النهاردة لعبنا ماتش كويس، ضغطنا، تحكمنا في الماتش بالكامل، خلقنا كم فرص غير عادي، ضيعنا فرص كتير قوي. للأسف ما قدرناش من كل الفرص دي ما نجيبش غير جون واحد بس، ضرب الجزاء. أنا أعتقد إن إحنا استحقينا الفوز. أعتقد إن المنافس ما وصلش حتى ثلاث مرات على الجون. دفعوه، قعدوا مستنيين الكوره وبيعملوا، بيحاولوا يعملوا كونتر حتى ده ما قدروش يخلقوا بيه خطوره. Und wir haben uns gesteigert im letzten Spiel mit der Präzision. Es ist der Platz war gut, es ist gut zum Spielen hier. Ich möchte mich auch bei unseren Fans bedanken. Es waren mehr da, sind mehr gekommen und das ist sehr wichtig für uns diese Unterstützung. بنلاحظ كمان فرق كبير جدا في عدد الميس باص، قل كتير جدا عن الماتش اللي فات، وده بسبب جودة أرض الملعب. فرق الملعب كبير جدا. بحب انتهز الفرصة ان انا اشكر جمهور النادي الاهلي اللي حضر وازر الفرقة، حضر بكثافة النهاردة ودعم الفرقة طول المباراة، فبشكرهم جدا. Und Schaui hat gemeint, dass gehalten wurde. Ich habe es wie gesagt noch nicht gesehen und wir müssen es anschauen. Aber bis jetzt hat er sicher auch den einen oder anderen Fehler gemacht, wie die Feldspieler auch. Und ich wechsle nicht einfach nur die Spieler aus, weil sie vielleicht dann mal einen Fehler machen. زي اي لاعب ممكن بيعمل اخطاء، انا مش بحاسب الواحد بالقطعه، مش واحد يعمل غلط اطلعه، ده الكلام ده بينطبق على لعيبه الملعب زي ما بيلعب على حارس المرمى. الكره دي بالذات كمان احنا بنلعب مان، والمفروض كان في واحد مسؤول عن اللاعب اللي احرز الهدف، وكان في واحد مفروض يمسكه، المفروض كمان يحاسب اكتر هو اللاعب اللي ساب
المان بتاعه يلعب الكره بمنتهى السهوله كده، رغم ان احنا متضربين يعني متكلمين في الكره دي بالظبط وقايلين للاعيبه انها بتتلعب ازاي وان سيراميكا بيلعبها ازاي، ورغم كده اللاعب قدر يهرب ولعبها. فالخطا مشترك، وان كان انا مش عايز اقول ان الشناوي هو اللي اخطا فيها، لان زي ما قلت لحضرتك انا لازم اتفرج عليها تاني، وانا ما بحسبش اي لاعب عندي بالقطعه. وهنا احيانا المدرب بيفسر لك حاجه انت بعفويه تبتدي تنتقد لاعب، تطلع ان المساله ممكن تكون بنسبه اكبر الخطا عند واحد مش موجود في المشهد هو اللي كان المفروض يكون موجود هنا. ولو اني انا يعني في اسئله افضل المدير الفنيين ما جابوش بالتفاصيل فيها، يعني ممكن يقول لك الشناوي مش مسؤول بدرجه كبيره وانا عارف مين المسؤول، لكن دي بيني وبين اللعيبه، يعني دي هو بيتكلم كأنه في اوروبا مش عارف ان احنا هنا المناخ عامل ازاي. لا لا دمنا حامي ولنا تفسيراتنا ولنا ناس مستنيه الكلمه. ف يعني نتمنى الكبوه دي نخرج منها باذن الله، ويا ربنا عوضها لنا بماتش مهم، ونستمر باذن الله لسه جاي كتير الدنيا. طيب نشوف بقى راي الكابتن وليد صلاح الدين. طبعا نقطه مهمه جدا اللمسه الاخيره واللمسه ما قبل الاخيره. احنا لو شفنا في الاحصائيات مش ممكن 15 ضربه ركنيه، تخيل 15 كورنر قصاد واحد الواحد ده هو 15 بولا جول. بص زي ما الكابتن عمر قال بالظبط، بتفق معاه مليون في المئه. كل هجمات النادي الاهلي هتلاقي في الهايلايتس ناحيه اليمين متالقه بشكل غير عادي، هتلاقي كل الهجمات بتاعت النادي الاهلي اللمسه ما قبل الاخيره لا فيها مشكله. هتقول لي من ايه؟ هقول لك من ضغط الجمهور. اوكي. هتقول لي الشويه اللي موجودين، هقول لك للاسف امال لو الاستاد متقفل، امال لو الاستاد 100,000 متفرج. مشكله لعيبه النادي الاهلي دلوقتي ان هي تحس ان هي خايفه بقى وبيتخض من الجمهور. الضغط هم عايزين، بص كل واحد مش عايز يجيبها هو، هو عايز يبصيها فرص. لكن النادي الاهلي اخترق من ناحيه اليمين بشكل رائع، الراجل اشتغل كويس في التغييرات، يعني قلب الطريقه زي ما احنا قلنا بالظبط 4-1-4-1 بوجود كريم فؤاد ومحمد شريف. كنت اتمنى زي ما الكابتن عمر قال ان لازم شادي يفضل وغير الطريقه، يبقى اليو ديانج الوحيد اللي قدام الاربعه وطير اربعه تحت فيرود، وكانت الكرات العرضيه في وجود شادي كان هيبقى شكلها مختلف كتير. انا عايزك انت تتعلق لانه تقريبا اتفق معايا الحقيقه اللي قاله الكابتن وليد هو اللي قاله المهندس عادل من شويه، هي المشكله الكبيره كلها في ان انت فعلا ما قدرتش تستغل الوقت اللي انت سيطرت فيه، وانك انت لما بتعمل عرضيات كتيره كان يجب استغلالها. نفس المشكله اللي بتتكرر يا باشمهندس. بس هو فسرها بايه؟ اللعيبه خايفه، في حته فقدان ثقه. اللعيبه حاسه بالضغط، وانا هنا ما انا اتكلمت كتير على فكره صياغه المناخ نفسه، الناس بتعمل لك مناخ تحطك فيه سلبي، فيبقى فيه كله ضغوطات، يبقى كله توتر، يبقى كله خوف، يبقى كله قلق، يبقى كلها سلبيات. انت عارف يا استاذ ابراهيم، فعامله هذا النوع من عدم التركيز. فرصه اقول الكلمتين دول والسربعه، من كتر ما بننقد نفسنا وبقسوه اتجرع علينا الناس طبعا في اللي هم كانوا يترددوا يقولوا الكلام ده. انا اتفرجت على برنامج امبارح، واحد طبعا مش مؤكد هو ما بيحبش الاهلي يعني ويوقع في الكلام وبتاع، كل كلامه انه ما معناه حتى جمهور الاهلي مش عارف ايه، حتى واخيرا شافه مش عارف ايه، كله تصدير السلبيات استنادا على غضب قطاع كبير من الجمهور معظمه يعني صادق في 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 انفعالاته وملوش اجنده، لكن متاثرا بقياده البعض الذي له اجنده. واخد بالك؟ يعني انا جات لي مكالمه من الامارات فاستاذنته يعني ياجلها عشان انا كنت هنا، ابتدى يكلمني ومكالمه من الصعيد ومكالمه النهارده، جه 7-8 مكالمات، طولت مع بعضهم وقلت لهم يا جماعه ما هو انتوا بتقولوا نفس الكلام اللي احنا شايفينه، فاحنا كده جلد الذات ده المستمر هيوصلنا لايه؟
يعني لازم تعرفوا ان المسؤول ده زيه زيك اكتر منك، خايف اكتر منك، ومش ممكن هيفوتوا اللي انت بتقوله. وصل كذا، وصل كذا، وصل، ولا هوصل لمين ولا لمين ولا لمين. وبعدين انا مش دوري ان انا اوصل، لان اذا ما كانش الحاجات دي واصله ها لازم تكون واصله. الرؤيه واضحه والناس شايله همها. ايوه، والدلائل بتقول على كده ان في حوارات ومناقشات واجتماعات. ايوه، على مدى الساعه الكابتن جيم المطار على اجتماعات. ايوه، واخد بالك؟ فهو شايف ولامس. ويعني يا رب بس الروشتات اللي تتكتب باذن الله تكون ليها نتيجه ملموسه، بشرط نهدي اللعب شويه الفتره الجايه. داخلين يا جماعه على ماتش مهم جدا جدا، نعتقد ان احنا لينا فرصنا الاكبر فيه باذن الله. ده كلام مهم جدا، عطفا على كلام الكابتن وليد صلاح. فنشوف راي الكابتن محمد فضل. من الجانب الفني النادي الاهلي 4-1 4-1، انا متفق تماما. ليه بقى؟ ان انت ما بتلعب 4-2 3-1 او ايا كان المسمى، تلعب 4-3-2-1، نص الملعب اللي انت بتزوده اصلا ما بيشوطش. لكن النهارده كان في تصويبات عن طريق مين؟ معلول، تصويبه حلوه جدا جدا جدا، ومحمد هاني حاول. احسن اثنين النهارده يمكن، يعني الاجناب من زمان ما شفناش النادي الاهلي ان الاجناب طايرين. فانت عندك معلول طاير، اوفرات كتير جدا، محمد هاني طاير، عمل مستوى كويس جدا، لدرجه ان يمكن محمد شكري كان عليه ضغط كبير جدا جدا. فانت عندك محمد هاني فايق، معلول فايق، قفشه يمكن لما انت غيرت يعني الطريقه 4-1، انت قفشه بينزل يستلم، وبقى على فكره بيسرع الريتم. اما لعب بقى ينزل ياخد من ديانج يا كريم، الريتم بقى اسرع. حسين الشحات النهارده كويس. النادي الاهلي بيحاولوا، بس في حاجات ساعات بتبقى بره الكوره. ده انا بقولها لك من الخبره. طب تسمح لي اقطعك؟ وانا موافق جدا على الكلام اللي بيقوله، وموافق كده على المشاور كمان، ان حتى قفشه اللي كان الناس بتعاتبه انه ايقاعه بيهدي بيعمل، لا، حاول وجري ولعب بسرعه ونزل. انت عارف الماتش اللي فات ما كنت بقول لك شايف المساحات، اللعيبه عمليه تنقل بالعرض، لان مفيش حد بيسقط يستلم. محدش بيبان يطلب الكوره. قفش عمل الدور ده امبارح. ايوه، فكانت النتيجه ان الدنيا فائت. فضل طبعا شاور على اسماء كلنا متفقين عليها كانت كويسه، ودي حاجه كويسه، لان منهم ناس يعني الحمد لله انهم يبقوا كويسين، زي هاني تحديدا، والشحات. الشحات لو في حالته اضافه قويه جدا جدا بخبراته في كاس العالم. طبعا يعني هو هدف مع العين وهدف مع الاهلي. لكن في حاجات من واقع خبرة الكابتن فضل وإحساسنا خارج الكورة هو ما سمهاش، لكن من ضمنها ممكن حاجات تخص اللعيبة، حاجات تخص تأثر اللعيبة بما يزج إليها من تعليقات. ما على فكرة أنا مثلا شفت كابتن عادلي واحد بيحبني، يعني ايه اللي كتب عليك ويديني بقى كلام من اللي نكد عليك؟ طب قلت لي ليه؟ قلت لي ليه ان واحد عمل وقال 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 والراجل ده ما بيحبكش، والراجل ده عايز منك ايه؟ طب وانت عايز مني ايه؟ انت بتنقل لي الكلام ده؟ ما انا لما ما سمعتوش مش متضايق، انا سمعته. هروح اضربه؟ يعني ايه المطلوب يعني؟ يعني فاحيانا حرصك الزايد على انك انت يعني اذا تفاعل اللعيبه مع كل السوشيال ميديا للاسف الشديد هذا امر واقع لا يمكن. الشخصيه المحترف يا جماعه، المحترف يبعد نفسه عن كل التوترات. لو يقدر لو يقدر 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 يعيش محترف، يا ريت يقدر، ويفضل يعني عنده هذا القدر ان انت بتدير نفسك بشكل محترف. ما مؤكد نجوم العالم الكبار دول كلهم لو فاتحين نفسهم على كل وسائل التاثير السلبي ما حدش فيهم كان هينقل نقله. انتوا لعيبه كبار ولعيبه محترفين، أنا الأوان فعلا أن أنتوا تعيش شخصية اللاعب المحترف، اللاعب الجد، اللاعب اللي مركز، اللاعب اللي عارف شغله، اللاعب اللي محدد أهدافه، مش اللي هيقعد هو ده لغاية الساعة 2 و3 بالليل على السوشيال ميديا وقاعد عمال يرد ويضحك ويتسلى ويتخانق ويستقبل إساءات كتيرة فينزل تاني يوم مستواه قليل قوي. إحنا وإحنا بنلوم الجماهير أو بنحاول نفرز الجمهور ده عن ده، طب ما نحمي لعبتنا
ما نقول للاعبتنا لا انت لعيب محترف، انتوا ناس كتيره كبيره مش قليلين، فده اللي نملكه، احمي نفسك بنفسك. وتاني تعالوا نبتدي بدايه جديده كلنا مع بعضينا. ونسمع راي الكابتن احمد شوبير عن المباراه اللي فاتت. مباراه الاهلي وسيراميكا النهارده واحده من افضل المباريات اللي قدمها النادي الاهلي على مسؤوليتي، كلام انا مسؤول عنه. شايفه مباراه كويسه، شايفه اداء كويس، شايف اللعيبه كان عندها روح، شايفها وصلت سددت شاطت انفردت ضيعت. محمد بسام دايما يومه قدام النادي الاهلي. ارقام المباراه بتقول 28% استحواذ لسيراميكا، 72 للاهلي، الركنيات واحده جه منها جول لسيراميكا، 15 للاهلي، تسديدات 6 لسيراميكا، 22 للاهلي، على المرمى 2 لسيراميكا، 10 للاهلي، العرضيات 5 لسيراميكا، 35 للاهلي، الصحيحه واحده لسيراميكا اللي جه منها الجون، 9 للاهلي، صناعه الفرص 4 لسيراميكا، 18 للاهلي. الارقام دي يا جماعه ما بتكذبش. فانا ممكن اعمل ماتش كويس والنتيجه ما تبقاش كويسه، انا نفسي التحليل يبقى على هذا الاساس. بيعجبني قوي في استاذ حسن المسكاوي لما يكلمني يقول انا ما بحللش بناء على النتيجه، لكن مش معنى ان الاهلي اتعادل المباراه ان انا اطلع اقول الاهلي كان وحش. لا، الاهلي ما كانش وحش، الاهلي ما كانش وحش ابدا النهارده، والاهلي ادى مباراه طيبه من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره. وهو ده استوديو التحليل. يعني ايه يعني دكتور لما بتروح له بيقول لك اعمل لي تحليل، بيتعامل مع ايه؟ بيتعامل مع ارقام. ايوه، لكن ما بيقولكش اصل انت لونك مخطوف ووشك اصفر وهفتان وانت ايه سهران بالليل ولا عندك انيميا مش هيعرف يشخصك. فانت الكلام ساعات بيبقى في الاستديوهات ماشي في سكه ايه النتيجه، هيقول لك ايه بيحللوا النتيجه. يا جماعه الاهلي في حاجه غلط وما ينفعش كده، وما ينفعش اللعيبه بتاعت لا تغطي الجون، لا ده كلام مرسل. لكن لما تكلمني في تحركات، لما تكلمني في اللي حصل في الملعب، في تكتيك، ما تكلمني في تكنيك اللعبه الشوطه دي، انت خدت تكلمني في قرار، القرار ده غلط كان يجب يمرر، القرار ده ما تشوت يا ابني، ده التحليل. انما نقعد نتكلم ما هو انت طول ما انت مش عارف ايه وما فيش فايده، وده تالت ماتش ليه وحش، ونبتدي نتكلم في عموميات. اي اتنين على القهوه يقدروا يقولوا الكلام ده. وانا بستغرب ساعات بسمع من نجوم كبيره لها احترامها والناس بتحب تسمع رايها، ها ماشيه بالانفعال ده، والبادي لانجوج بيبقى غاضب وانت لا اقعد كده بهدوء جدا، امسك اسباب التحرك ده. وفي ساعات يقول لك ايه شفت حركه فلان ده هو ده السبب ان الجون جه، لانه خد انتباه مش عارف مين وتحرك ازاي، ده المفيد. يوم انا اللعيب اما يسمع الكلام ده هيعرف ان هو لو اتحرك صح هياخد الاشاده برضه. يعني لا يقل اهميته عن محرز الهدف. فنتمنى ان احنا كلنا نراجع نفسنا، ونتمنى ان احنا كمان نكون بنعمل كده علشان احنا مش داخلين في خناقه هو مين اللي بيحب الاهلي ومين اللي بيستفيد ومين الكلام اللي طول النهار الواحد يسمعه ده، وكأن الانتماء للاهلي جريمه يعني. طيب يعني الكابتن شوبير وهو بيتكلم يقول لك يا اتمنى ان الكل يحلل ده، كله يركز في تحليله او يستند في تحليله على الارقام الحقيقيه مش على الاراء الانطباعيه اللي ربما تكون متأثرة بمواقف تانية خالص ملهاش دعوة باللي حصل على المستطيل الأخضر. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف طب وإيه اللي حصل من الفار مع الأهلي. ما تخافش على الأهلي،